تتزايد شكاوى المواطنين من أصحاب البسطيات في شارع الجمهورية وسط البصرة المهددة بالإزالة من قبل البلدية بحجج التجاوز. أصحاب البسطيات المعتمدون على هذه المهنة التي كانت وما زالت سنداً وعوناً في ظل حياة قاسية يعيشونها، مستاءون من قرار الإزالة الذي يهدد رزق مئات العائلات الفقيرة التي لم تجد مكاناً آخر لكسب الرزق الحلال غير هذا السوق. إنه 700 بسطية حالياً بالسوق، يعني 700 عائلة عراقية عايشة على هذا البساطي. فإذا تجينا الحكومة المحلية أو البلدية وتقول لك شيء زين، أشيل وين أروح أنا؟ إضافة إنه صح متجاوزين، ما نقول لا بس متجاوز بس ما مات. كل ساعة يجيك واحد يقول لك شيل، كل ساعة يجي واحد يقول لك قوم، يعني شنو منين زينا؟ راضي منين زينا؟ زينا من غير بلد؟ شنو ذا ابن خال احنا؟ شنو ذا ابن؟ ذا ابن شنو ذا ابن؟ قلوا لنا ما تردونا نطلع نقعد بغير دولة نمشي نشرد. المتضررون من هذا القرار وصفوه بالمجحف وطالبوا في الوقت نفسه بالبديل لهذا السوق لمواصلة قوت أهلهم. الشارع شنو بي؟ لا بي نفط، لا بي فشي، لا بي فد شغلة مهمة، مجرد هذا الشارع عام قاعدين بي نترزق الله، كل واحد برقبته 10 و8 نفرات 9 نفرات، نريد البديل إذا كلش ما مضطرين على هذا الشارع وضرورة هذا الشارع، هو العراق الكبرى بايقينه. لم يقتصر قرار الإزالة من البلدية فقط، بل حتى أحزاب وجهات متنفذة بدأت تطالب أصحاب البسطيات بترك هذا الشارع، متسائلين عن السر وراء كل هذه الضغوطات التي تمارس معهم. يومية جاي واحد يهددنا، يوم بلدية، يوم أحزاب، يوم ما أدري، ها خنشيل السوق، ها خنبنط السوق، السوق هو بالآلاف، يعني العالم وين تروح؟ لاكو وظائف، لاكو فد يعني وسيلة شغل والعالم تتجه إليه. إذا شايلونا وين نروح مثلا؟ نام لا وظيفة، يعني ناشد من؟ ناشد حكومة، كل من تجيب ضيمة، كل من يبوق الله. يعني واحنا وين نروح؟ احنا على الله وعلى المحلات، ناس احنا عمال، اذا شيلوا وين نروح؟ ازالة البسطيات التي تعيل العديد من العائلات الفقيرة تعني اضافة اعداد اخرى الى جيوش العاطلين التي تعج بهم محافظة البصرة في ظل عدم وجود اي رؤية حكومية لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة.